ورغم القصف المكثف تواصل المقاومة تصديها لمحاولات الاحتلال والتقدم على عدد من المحاور في قطاع غزة. كتائب القسام أكد تفجير عبوات بتجمع لنحو 60 جنديا إسرائيليا شرق جحر الديك والإجهاز على من تبقى من أفراد القوة، كما قتلت 8 جنود شرق خان يونس. وأعلنت القسام استهدافها أكثر من 10 دبابات وآليات للاحتلال في عدد من المحاور، إضافة إلى قصف تجمعات لجنوده شرق خان يونس ودير البلح بقذائف الهاون، وتفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من الجنود شرق بيت لاهيا، كما أكدت استهداف قوات إسرائيلية خاصة كانت متحصنة داخل مبنى في بيت حنون. من جانبها أكدت سرايا القدس أن الاشتباكات مع قوات الاحتلال شمال شرق خان يونس والشيخ رضوان والنصر.